هذا فدرال كسومالي يا مدن حسن شيخ محمود يا لوقتي مقالدة من يابوس قبل كم من سطة وحنا كسر قبل غير كم من بشرة سومالية ده كل دكان قبل كم من سطة يجوا عاوي سود وينية سمر كان سنا كسر وينية ده مشاهد كم ده فينا جمهورية ده فدرال كسومالي يا مدن حسن شيخ محمود قار كم من دكان سؤال الله وبعدين تقرأ كسومالية أي واحد إنه شيء دريك ولا سيد وقف رأسيهين إن قلها شعب قايو دوتان مدح وينها جمهورية ده فدرال كسومالي يا حسن شيخ محمود أنا بحال كان عاوي إن أنا وقهم باليوم مدح وين حسن الشيخ محمود ومركي اللبات نقضي مدحوينها الدولة فدرالك الصومالية حسن وحن لي هاي إن شاء الله الله كقرب قلو أنا جالية نورد أمريكا نمان عاونا أجدا وحا كان عاية قدا شيء ده حفلة روتي لو قلت لك لي إن حفلة هرماري ساو لو قلت لك لي إن لو قلت بالدقو قوشي أو سوه إنت حسن الشيخ محمود وحانو هم بليين يا مدحوينها تبناد أهنا مدحوينه الديمقراطية دا يا فدراليزم كا يا ديمقراطية دكتور حسن محمود حسن الشيخ محمود وحن روا مركو أون رئيسة إنا نوهم بريئيو مدحوينها ما أنت تلدكو وريقي حسن الشيخ محمود وأها مدحوينه نصيب أويا شيرونتي أين دعين حد كهر إنه يسند عن مدحين الصومالية ذو أنتي مر للدورت مر لبعضه النقطة وحنا سيب ويا شيء مركو أهر هيسا إنه النقطة مدحيني ووري الصومالية النمبر كاس قالا وحنا رجينا يا إنه قاتو رول ك لوجت الصومالي ودورتي إنه النقطة مركي لبعض إنه صار قالا سبب باجرت الله سمي سبب تاسو حنج إعلان لها إنه كسبحه دبي هذا كمدة اللي حاده مقالة بنيا بروس مدرن شمال عثمان يا كمدة هذا تكه الله يقابطن أنا خصو كان هاي إسلام مركز إنه وهم بلي مدة حنا هاد شمورية ده فدرال الصومالي يا مدرن حسن الشيخ محمود مقع عيق وجمال عثمان وحن كمدة هاي قلها دقان كمقالة بنيا بروس وحرم ما أنت ناوهم بليه مدحوينها برلمان الصومالي أي دورتين مدن حسن الشيخ محمود وحرم ناوهم هذا عليا شقذ علوس أي قبتين قديقة دور شوينك وحن شعبك الصومالي كعصنا يا مدح ذا ما أنت للدورتين إلا شغيان إن شاء الله عاوة وحن ربا إنا إلى هذا وما هتسنتين وبقول كي وبقول إلى ما هذا إشكال إلى كسر كون أنت كسر شقي سي إنه حسن الشيخ محمود كقول إشتو أمبليو أمبليو حسن الشيخ محمود ملحوينينا وصلوا وينينا وحنا ربعينا أمبليو درو مدحينها مدة الصومالية ما طلعت حسن الشيخ محمود وحنا أمبلينا يا ملحويني هذا كتير أي سؤال بتقول أموري جي مدنا عبد محمد عبد الله فرماجو لابد من الحين وحنا موجين وناك فرمنا وحنا يا أمبليو 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 سدوا كذا قارك من ذكر سيا واحد من هذا العيال ملحويني كوري وشوفنا سنة حلك سوهي وقام ماري سدوا دموقاتية درو حلك waxaan sidoo kale bogaadinayaa madaxweynihii hore shaqada uu soo qabtay maxamed abdullahi farmaajo waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo madaxweynahayga maxamed abdullahi farmaajo sida wanaagsan oo shalay sidii loogu dhiibay maanta ugu wareejiyay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba xildhibaanada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed wixii shalay aynu iska dayno wixii bari aynu fiirino nolosha arurta yada ayahanaga inaan ka fikirno hore aynu u socono waxay ku xiran tahay inaan aan ogolaano masuuliyiintana waxay ino dooran qaadano ku dhaqano islaanimada dhoorno si aan u gaarno bari xeer wanaagsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu noqonaya madaxweynuhu ugu horeeyay oo ay doortaan golaha shacabka laba jir taasoo ay u arkaan shacabka Soomaaliyeed arin taariikhda Soomaalida ku cusub madaxweynaha kala Soomaaliya hadda loo doortay xasan sheekh maxamuud waxaan shacabka Soomaaliyeed kala jeediyay ee la shaqeeyaan asna inuu wax badan isbeddel la yimaado wadanka wax badan ka qabto afar sano la doortay soo socota maadaama hadda tahay waqtigii labaad oo mar labaad lagu doortay magaalada Muqdisho waxaan kaloo halkaan uga mahadcelinaa xildhibaanadii doortay xasan sheekh maxamuud waxaan kaloo mahadcelinaa madaxweynaha hore oo asaguna shantaas soo daadinayay mabruuk 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 congratulations حسن الشيخ محمود وحاليه هاي مركه هوره الهي سبحانه وتعالى ها ايام حد نوله عاوى او اي ساعه يرو كوبن بس ومدحوينه الصومالي كيهي مدحوينه سديدات اسلام مركاسنا اه مدحوينه تبناد اي جمهوريه الفدرالك الصوماليه مدانه برباريه حسن الشيخ محمود waxaan qabaa farxad caawo iga muuqata iyo kuwa idinka muuqataba midaan hadal ku soo koobi karno maaha
waxaan u hambalyeynayaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay guushan maanta taalo. bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ayaa waxa ay ugu baaqeen shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan madaxdooda isla markaasna la xisaabtamaan. cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka.